ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير توفير سهولة. النهاردة هنعمل شربات النعناع أو صوص النعناع بطريقة سهلة جدا، وما فيش أبسط من كده. يلا بينا على الطريقة والوصفة عشان نعرف عملناه مع بعض ازاي. 3 حزم من النعناع قطفتهم بالمنظر ده كده وغسلتهم ونشفتهم. لازم تغسليهم عشان بيبقى فيهم تراب، فحاولي ان انت تغسليهم كويس. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد النعناع هقطعه صغير زي اكني بقطع الخضره كده، اقطعيه صغير. دي اول حاجه، هقطع كل الكميه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده قطعت النعناع صغير كده زي الخضره. هجيب بقى حله هحط فيها ايه، 2 كوباية من السكر. لازم السكر يكون ابيض علشان لو السكر غامق هيغمق لك الشربات بتاعك، فلازم 2 كوباية السكر يكون السكر ابيض وفاتح. اهم كده حطيت 2 كوباية السكر. هحط عليهم ايه بقى دلوقت؟ 3 كوبايات من المية، المية العادية، مية الحنفية. 3 كوبايات. هم كده هنروح بقى دلوقتي على النار نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده حطيتها بقى على النار اهي، هسيبها تغلي الاول. وبعد ما غلى معايا كده هنزل بنص ليمونه، دي مكان ملح الليمون الماده الحافظه، هعصر نص ليمونه كده. وهنزل بقى دلوقتي بالنعناع اللي احنا قطعناه مع بعض. اهو كده يغلي معاهم، هسيبه يغلي كده معايا لمدة 10 دقايق. هياخد غلوتين الاول على النار العالية، بعد كده اوطي عليه لمدة 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده هديله غلوتين زي ما اتفقنا على النار العالية 10 دقايق. بعد كده هوطي عليه بقى واسيبه 10 دقايق بالظبط على النار الهادية. يبقى غلوتين على العالي، بعد كده 10 دقايق ونغطي عليه على النار الهادية واسيبه يبرد، بعد كده نكمل مع بعض. زي ما انتوا شايفين ده شكل النعناع بعد ما سبته برد وطفيت عليه. انا حطيته زي ما اتفقنا غلوتين على النار وهي عالية، بعد كده وطيت عليه لمدة 10 دقايق وسبته برد. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنضربه في الخلاط مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده عندي حلة حطيت عليها شاشة. انا مش يعني لما اجي دلوقتي اصفيه مش هصفيه في مصفى عشان هينزل شوائف، فانا هستخدم شاشه او اي خرقه قديمه عندك تكون نظيفه. بعد ما ضربته في الخلاط هصفيه بقى، اهو بصوا لونه بالمنظر ده كده اهو، عشان ادمن بقاش فيه اي شوائب. اهو كده اهو زي ما انتوا شايفين ده كده شكله اهو. هاخده دلوقتي على النار تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا رجعته على النار تاني اهو. لو انت حابه لونه يبقى كده هتديله غلوه وتشيلي الريم، اللي لو طلع ريم هتشيليه وتطفي عليه وتعبيه في الازاز بتاعتك، تمام؟ لو انت حابه لونه يبقى زي النعناع بالظبط زي ما بنشتريه من بره، السيريم بتاع النعناع او الشربات او صوص النعناع، تمام؟ هتحطي له جل، لون جل اهو اخضر، حطي نقطه او نقطتين كده حسب درجه اللون اللي انت عايزاها كده. هبصوا بصي كده لونه بقى حلو قوي ازاي اهو كده. عايزاه اغمد بتزودي، عايزاه افتح بالسبيه كده زي ما انت حابه درجه اللون اهو كده. انا بقى بغليه ليه؟ علشان لو في ريم يطلع عشان الريم ده هو اللي بيفسد العصير بتاعي او الشربات بتاعي ويخليه يقعد فتره قليله، انما لما بشيل الريم ده بحتفظ بصلاحيته مده اطول. شايفين كده ده شكل الشربات بتاعه اهو، بصوا لونه حلو قوي ازاي معايا. عايزه تغمقيه عن كده بتغمقيه، عايزه تفتحيه بتفتحيه. لو انت عندك ازايز ازاز بتعقميها وهو سخن بتحطيه فيها وتقفليها وتحطيها في التلاجة على طول، تمام؟ ما عندكيش ازايز ازاز بتستخدمي ازايز بلاستيك، هتحطي هتسيبيه يبرد بعد كده تعبيه عشان الازايز ما تسحش منك.
تمام. انا دلوقتي بقى هعبيه زي ما اتفقنا، انا حطيت نص الليمونه بديلا ملح الليمون عشان تبقى ماده حافظه معايا. دلوقتي انا هعبيه في الازازه وهوريكم شكله. زي ما انتوا شايفين كده انا عبيته اهو في الازازه اهو، بصوا اهو حاجه تحفه بجد اهو كده. ده هنعمل منه ايس كريم، هنعمل منه عصير ليمون بالنعناع. انا هعمل معاكم دلوقتي برضو شويه كده في السريع هوريكم شكله بيعمل ازاي. ما انتوا شايفين كده عندي اهو، هاخد المركز بتاع الشربات بتاعي احط ربعه كده الكوبايه مثلا، وهضيف بقى الليمون. لو هعمله بالليمون هضيف عليه عصير الليمون، هعمله بالميه هضيف عليه الميه اهو. بصوا انا عايزه اوريكم بس لونه هيبقى عامل ازاي، بصوا بيفتح معايا ازاي. طبعا انا مزوده الكميه، بصوا اهو كده بقى عندي عصير نعناع، بصوا بيفتح ازاي. طبعا غير بقى المركز، المركز بيبقى تقيل اهو برده اهو. بصوا المركز معايا عامل ازاي، بصوا غامق ازاي معايا المركز اهو. بصوا دي كانت وصفة النهاردة، لو عجبتكم استنوني في وصفة جديدة.